وفي أخبارنا عن المحافظات، في قنا أعلنت تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة ل 248 درجة للعام الدراسي 2024-2025. في الأقصر أعلنت المحافظة الانتهاء من أعمال ربط شبكة الصرف الصحي لمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الطود. أما في محافظة مطروح فتم الإعلان عن فتح 3 فصول تمريض فتيات جديدة بمطروح. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الإسكندرية أعلنت مديرية التموين أن عدد التصاريح اللي تم إصدارها للمحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي بلغت حتى الآن 370 تصريح لمحلات وأنشطة تجارية مختلفة، وده في إطار متابعة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأسواق ومراقبتها للتأكد من تطبيق المحلات والأنشطة التجارية المختلفة المشاركة في الأوكازيون مما يعود بالنفع على المواطنين. أعلنت محافظة إنا تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة إلى 248 درجة للعام الدراسي 2024-2025، وده بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وده عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الأولى. كمان مركز الطود بالأقصر أعلن الانتهاء من أعمال ربط شبكة الصرف الصحي لمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الطود المرحلتين الأولى والثانية على شبكة الصرف الصحي بمدينة الطود الجديدة، وده بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبتشمل أعمال تنفيذ حفر وتركيب خط الانحدار الرئيسي لمحطة مسلم بمدينة الطود وخط طرد محطة نجع مكي إسماعيل بمدينة الطود. أيضا شهدت محافظة الشرقية أعمال رد الشيء لأصله بطريق أبو كبير فقوس بطول 4.5 كيلو وبتكلفة وصلت 6 مليون جنيه، وده بعد ما تم الانتهاء من أعمال مد خط مياه الشرب من محطة أبو كبير المرشحة للربط على خط الصادي، وده لتغذية قرى الوحدات المحلية بأولاد موسى والحصوة ومنشية رضوان لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين. اعتمدت محافظة الغربية الأحوزة العمرانية لعدد 5 مدن تابعة لمراكز الصنطة والمحلة الكبرى وبسيون وطنطا وكفر الزيات و34 قرية و94 عزبة تابعة لمراكز طنطا وزفتة وكفر الزيات وبسيون، وده لتسليمها للمساحة لتوقيعها على الطبيعة حلا لمشاكل المواطنين بالمحافظة ولتطبيق قانون التصالح والتسهيل على المواطنين. كمان تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية بمدينة طنطا وقرية شبرا النملة بمحلة زياد بسمنود. في محافظة مطروح تم الإعلان عن فتح 3 فصول تمريض فتيات جديدة بمطروح مع الإقبال الكبير على التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والعمل على توفير مزيد من الكوادر خاصة في قطاع التمريض وما يقوم به من دور هام من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح.